اهلا بيكم متابعيني في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز لجميع متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير. هنشوف النهاردة مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صفاية الاطباق دي، تقدر ان انت تصفي عليها مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك، تقدر ان انت تصفي عليها الاطباق او تقدر ان انت تستخدميها كمنظم للاطباق. وهنا بقى عندنا صندوق لتخزين البقوليات او الرز، وهو بياخد معاكي تقريبا 10 كيلو، والغطا بتاعه بيبقى محكم، بيكون فيه جزء مخصص كده تقدري ان انت تحطي فيه التوم عشان خاطر الحاجة اللي انت مخزناها فيه ما تسوس. وطبعا بيجي معاه اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت مخزناها في المنظم ده، سواء كان رز او سكر او اي نوع من البقوليات. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة دي، تقدري ان انت تقطعي بيها وتخرجي بيها قلب الاناناسة كده من جوه وتقطعيها شرايح كده بكل سهولة. بعد كده عندنا اكياس تقدري ان انت تنظمي بيها الاحذية لما تيجي تنشريها بعد ما تغسليها، او طبعا تقدري ان انت تنظمي بيها الاحذية في الجزامة، وطبعا هي بتحميها من التراب او الوسخ. بعد كده عندنا اداة لتقليب الطعام، الاداة دي طبعا بتكون عملية جدا، بتساعدك جدا في الطبخ خصوصا لو بتعملي اكلة محتاجة للتقليب بشكل مستمر، وطبعا بتقدري تحددي السرعة بتاعتها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا هنا مجموعة من القطع اللي تقدري تثبتي بيها مفرش السرير، وزي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو استخدامها بيكون سهل جدا وبسيط. بعد كده عندنا الكبة اليدوية دي، وهي طبعا زي ما انت شايفة كده تقدري ان انت تفرمي من خلالها التوم والفلفل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهي بتديكي افضل النتائج اللي انت بتكوني محتاجاها. بعد كده عندنا المطحنة دي، وهي بتشتغل بالكهرباء، تقدري تطحني بيها الرز او الشطة او مختلف التوابل الصحيحة اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي شوفي معايا بقى جهاز التجميد ده، وده بيساعدك تعملي مختلف انواع الايس كريم الطبيعية بتاعت المحلات في البيت بكل سهولة. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى في الفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده معانا الاداة او الحامل ده اللي تقدري تثبتيه عندك على الجدار في الحمام او في اوضه النوم وتثبتي عليه الاستشوار بتاعك. وبعد كده معانا مضرب اليدوي ده او خافق البيض، وهو استخدامه بيبقى سهل وسريع جدا. بعد كده عندنا جهاز الصابون ده، وهو بيشتغل عن طريق الاشعار، يعني مش هتضطري تفتحيه وتقفليه بايدك.
هنا بقى معانا الغسالة الميني اللي تقدري ان انت تغسلي بيها الشرابات او الملابس الداخلية، وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجففي كل الهدوم اللي انت بتغسليها، وطبعا تقدري تستخدميها لغسيل ملابس الاطفال. وهنا عندنا مجموعة من ادوات تنظيم الاحذية، وطبعا كل اداة تقدري ان انت تنظمي بيها فردتين من الجزم، وطبعا ده بيساعدك ان دولاب الاحذية يكون منظم ومرتب زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا مروحة كهربائية ميني قابلة للطي، وتقدري ان انت تتحكمي في الارتفاع بتاعها زي ما انت عاوزة. وهنا معانا قطعة الخضار الاربعة في واحد الكهربائية، وطبعا بتشتغل عن طريق الشحن USB، تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي الثوم والخضار واللحمة والفراخ، وبيجي معاها 2 مضرب للبيض. وهنا معانا قطاعة ومبشرة للخضار، تقدري ان انتي تستخدميها بكذا طريقة مختلفة، وتفرمي بيها المكسرات او البطاطس او الجزر او الكوسة. طبعا تقدري تفرمي وتقطعي مختلف انواع الخضار اللي بتكون عندك. وهنا بقى عندنا حصيرة مصنوعة من السيليكون والقماش، طبعا عندها قدرة عالية من امتصاص المية والسوائل، تقدر ان انت تصفي عليها الاطباق والمواعين بعد ما تغسليها. بعد كده عندنا المنظم ده، وهو بيكون خاص بالمناديل، تقدر ان انت تثبتيها عندك على الترابيزة في الصالة او في المكتب، وتنظمي عليه ريموت التلفزيون او ريموت التكييف. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطشت، وهو بيكون مخصص لغسيل الهدوم، بيساعدك تغسلي فيه مختلف انواع الهدوم على ايدك بطريقة سهلة جدا زي ما هتشوفي كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا منظم الدوار، وهو مكون من 5 ادوار، تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ عندك وتنظمي بيه الخضار والفاكهه، وطبعا تقدري ان انت تخلعي الادراج بتاعته وتركبيها تاني بكل سهوله. وطبعا هو بيكون عملي جدا ومزود بعجلات عشان تقدري تحركيه بكل سهوله على ارضيه المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم او ارفف للمطبخ، تقدري ان انت تثبتيها على رخامه المطبخ او الدولاب، وتنظمي عليها الحلل والطاسات ولوازم وادوات المطبخ اللي بتكون عندك. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهوله، بعد ما شفنا مع بعض مجموعه من المنتجات المتميزه اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيره في الثلاجه او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهوله، والحقيقه انها ادوات عمليه جدا وغير مكلفه وبسيطه، وتقدري ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انت تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي ب3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق ايباي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف، اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. طبعا بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا،
بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. أما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصلها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم أي استفسار في أي حاجة تقدروا إن انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد. أسيبكم في رعاية الله.